البداية واستمرار الأزمة الاقتصادية من جهة وتفشي وباء كورونا من جهة ثانية، لا تزال جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية LNE تبادر من أجل التنمية البشرية والاقتصادية انطلاقاً من شعارها أمنك الغذاء أمنه، تعزيزاً للأمن الغذائي الوطني. واليوم محطة جديدة كانت في أعالي المتن دعماً لمزارعي الكرز والشباب اللبناني، كانوا الأساس في حملة جايين نقطف سوا. اليوم نحن عم نشهد على أطاف الكرز بمنطقة بسكنتا وكفرتاي ووادي الكرم. هذه المبادرة بتشجع كل الشباب بالصيفية اللي جاية يتواصلوا مع بمناطقهم مع كتير مزارعين ويساعدون. نحن هون لنساعد أول شيء المزارع على يقطف كرزه لحتى نخفف عليه الكلفة، لأنه الشباب كلهم متطوعين مثل ما سمعتون وشفتون. اثنين، لحتى نعرف الشباب على هيدي الأرض وأهمية يتعلقوا فيها ويحطوا إيدهم فيها ويقطفوا منها. وثلاثة، لحتى كمان نضوي على نقطة كتير أساسية هي الإيكوتوريزم. اللبناني ما بيعرف أنه ببلدان العالم برا هيدا مش بس شغل اقتصادي وزراعي، هذا شغل اقتصادي زراعي وسياحي. على أمل أنه هالخطوة تتعمم بكل المناطق اللبنانية، وبدي شجع الشباب اللبناني ليباكوا جمعية الطاقة بهالخطوة اللي بلشوا فيها، لأنه كتير مهم الشباب ينخرط بالقطاع الزراعي اليوم لتعزيز الأمن الغذائي، ولنخلي المزارع بأرضه، ولنخفف من بيع الأراضي، ولا نحن نشتغل بإيدنا ونقطف إنتاجنا ونسوقه ونبيعه ونستهلكه. اختبار حياة المزارع والعودة إلى الجذور هدف يجمع المشارك والمنظم. مش غلط اليوم الشاب اللبناني إن كان بعده بالمدرسة أو بالجامعة يصير عنده هالمونتاليتي يلي هي موجودة بثلاث أرباع البلاد الأوروبية، وخصوصا فرنسا الفاندونج يلي بالموسم بينزلوا كلهم تيساعدوا المزارعين. وإذا شخص ما كان عنده أرض ما في مشكلة، لأنه المزارعين بلبنان كتار وأكيد بيستقبلونا مثل ما اليوم عم بيستقبلونا ببسكنتا. امبارح كان عنا لقاء مع مزارعي جرد المتن، المزارعي الكرز، مع رونيم عوض فونديشن. حكينا من ضمن المشروع اللي هن عم يعملوه على كل المشاكل اللي عم بيواجهوها مزارعي الكرز وكيفية تصدير هذا المنتج إلى الأسواق الأوروبية. ليست المبادرة الأولى لجمعية الطاقة الوطنية اللبنانية، وبالتأكيد لن تكون الأخيرة، فالLNE وضعت منذ نيسان الماضي استراتيجية واضحة شاملة لتفعيل قطاعات أساسية في الاقتصاد اللبناني، إيماناً منها بأهمية دعم المزارع والمنتج اللبناني.